مباشرة عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور محمد صالح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب. دكتور محمد، أرحب بك على إكسترا نيوز، وغدا سوف ينطلق المؤتمر الوطني الثامن للشباب. برأيك ما أو كيف ساهمت برأيك هذه الجلسات في تنمية الوعي لدى الشباب في دعم مشاركتهم في الحياة السياسية في مصر؟ مساء الخير يا فندم. والله أنا شايف إن المؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم سواء الإفريقي أو العربي كانت أصبحت منصة قوية جدا وساهم بشكل كبير جدا في دعم مشاركة الشباب المصري بشكل أو بآخر في كافة ما يدور داخل الدولة المصرية. أصبحت مؤتمرات الشباب هي قناة منظمة ودورية ومنتظمة للتواصل، من خلالها الشباب بيعرف كل القضايا اللي بتدور داخل الدولة، وأيضا بيقدر يطرح الفكر والقضايا الملحة في أذهان الشباب بما ينعكس بشكل إيجابي على المشاركة الإيجابية للشباب. واعتقد ان الشباب النهارده بيشارك بشكل فعال جدا جدا جدا، وهنشوف بكره في الحقيقه المنتدى او المؤتمر الثامن للشباب حاجه روعه في التنظيم. طيب، يؤكد ان الشباب المصري يعني فيما يتعلق بالتنظيم، نحن اعتدنا وديدا هذه المؤتمرات هو تنظيم اللائق والتنظيم الكبير والمحترم لهذه المؤتمرات. غدا سوف تقام ثلاث جلسات، اخر هذه الجلسات سوف تكون جلسه اسال الرئيس المعتاده والتي يجيب فيها الرئيس على اسئله المواطنين، لكن هناك جلستين اخريين، الاولى تتعلق بتقييم تجربه مكافحه الارهاب محليا واقليميا، والاخرى تاثير نشر الاكاذيب على الدوله في ضوء حروب الجيل الرابع. برايك ما هي اهميه هذين الجلستين، ولماذا اختار المنتدى او المؤتمر هذين الموضوعين تحديدا؟ والله في الحقيقه انا شايف ان الثلاث محاور في الحقيقه اهم من بعض. المحور الاساسي في المنتدى والمحور الاول جلسه اسال الرئيس اعتقد بقت منصه قويه جدا جدا للتواصل وطرح القضايا اللي بتدور في اذهان الشباب، ولك ان تتخيل سيادتك استاذ المشاهدين من حوالي شهر ونص في العاصمه الاداريه الجديده في المؤتمر التابع كان احدى المحاور والمخرجات الاساسيه من جلسه اسال الرئيس ان سياده الرئيس ادى توجيهات واضحه جدا للحكومه بالاسراع في قرار قانون الاداره المحليه وقانون مجلس الشيوخ، واعتقد دي نقطه تحول كبيره جدا في الحياه المصريه. اما المحورين الاخرين في الحقيقه فهم محورين في غايه الاهميه. مصر كان لها تجربه رائده وفريده من نوعها، اعتقد قدمت نموذج للعالم في مكافحه الارهاب محليا واقليميا، واعتقد ان في دول كتير النهارده بتحاول تستفيد من التجربه المصريه. قدرت مصر بشكل احترافي قوي جدا من خلال مؤسسات الدوله ممثله في وزاره الدفاع والجيش المصري الاصيل وايضا الشرطه المصريه، ومن خلفهم جميعا الشعب المصري المحترم اللي كان على قدر المسؤوليه، قدروا يقدموا نموذج محترف وفريد من نوعه للعالم بالكامل في مكافحه الارهاب. واعتقد ده قضيه مهمه جدا لازم يلقى عليها الضوء بشكل كافي عشان نقدم مصر كنموذج محترم جدا في مكافحه الارهاب العالم كله بيحاول يستفيد منه. اما الجلسه الثالثه اعتقد ان هي في الحقيقه يعني موضوع الساعه، سيادتك بنسمع النهارده عن حروب الجيل الرابع والجيل الخامس والجيل السادس من الحروب، واعتقد نشر الاكاذيب وفي ضوء حروب الجيل الرابع اصبحت قضيه مهمه جدا، ويمكن الدول حوالينا عانت منها كثير. الحمد لله اعتقد من خلال الجهود اللي بتبذل من مؤسسات الدوله اصبح شبابنا من فضل ربنا واعي جدا 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 وعارف ان بتمارس حروب واشكال مختلفه جدا ضد الدوله المصريه من بس الشائعات والاحباط والاكاذيب وغيره. فعشان كده اعتقد ان احدى ان تكون دي جلسه من جلسات المؤتمر ده موضوع في غايه الاهميه، وفرصه ايضا ان احنا ناكد على شبابنا المصري انه ياخد باله لا ينساق وراء هذه الاكاذيب. الدوله المصريه قطعت شوط كبير جدا، الدوله المصريه النهارده عندها انجازات تشهد لها المؤسسات الدوليه، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لما الدوله المصريه تحقق معدل انجاز يقترب من 6% في الوقت اللي معظم دول العالم بتحقق معدل نمو 2%، يبقى الدوله المصريه ماشيه في الطريق الصحيح. كل مؤشرات التنميه البشريه اللي صادره على الامم المتحده بتؤكد ان الدوله المصريه عملت نجاحات غير مسبوقه في تاريخ الدوله المصريه. كل ده اعتقد محتاجين ناكد هذه النجاحات عشان يبقى شبابنا واولادنا والشعب المصري الاصيل عنده من المناعه والفهم الكافي عشان ما ينساقش ورا هذه الاكاذيب. بل كلنا محتاج ان احنا نكون الاعلام البديل للدوله، لما نسمع هذه الشائعات والاكاذيب لازم ننفيها ولازم نتبنى دور ايجابي ولازم نعمل دور كويس جدا في دعم الدوله المصريه. كلنا مصريين، كلنا داعمين الامن القومي المصري، وبالتالي الامن مش مجرد مسؤول عنه الجيش او الشرطه فقط، لا كل مواطن مننا له دور، لابد ان يدعم الدوله المصريه. نعم، بلف الامن القومي.
الدكتور محمد صلاح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. حدثنا عن المؤتمر الثامن للشباب الذي سوف ينعقد غدا في القاهرة الجديدة.